الحملة اللي بدأنا نقودها من يومين بعد حادث الملهى الليلي في العجوزة، حملة هدفها ان احنا يعني نوقف هذا الازعاج وانتهاك الحرمات وانتهاك المنازل وانتهاك الاداب العامة اللي موجود في مناطق كتيرة في مصر. معظم هذه الاماكن او معظم هذه الملاهي الليلية اللي موجودة في مناطق سكنية دي ملاهي ليلية. طب خلونا نسمع محمد سلامة زميلنا من أمام 70 عبد رياض. ذلك الملهى، يمكن الكاميرا تقدر تجيب الملهى اللي موجود اللي تم اغلاقه بالامس. طبعا كانت في شكاوى متعدده من اصحاب العقار رقم 70 في شارع عبد المنعم رياض. يمكن احنا تقابلنا مع احد سكان العقار منذ قليل، ولكن يعني احنا في انتظاره هو لحظات ويكون معنا باذن الله يتحدث معنا عن ما كان يحدث في هذا الملهى وشكواهم من المشكلة وما كان يدور داخل ذلك الملهى. طبعا كانوا يتحدثون عن طبعا سكر ومخدرات ودعارة وما إلى ذلك، كل هذا كان يحدث داخل الملهى. طبعا هو تم إغلاقه بالأمس. يمكن احنا معنا أحد سكان العقار، بنرحب بحضرتك على شاشة سي بي سي. أهلا وسهلا، أهلا بك. حضرتك ساكن في الدور الكام أو أول بلكونة؟ أول بلكونة، يعني تحتية شقتين، شقة ليا تحتية وشقة تحت جاري. شقة تحتية، أنا فوق شقة واللي جنبي تحتي شقة. الكاميرا. طيب عايزين نعرف من حضرتك، طيب ايه شكواكم من المكان ده، أو ايه الأضرار اللي كانت بتقع عليكم من المكان ده؟ هو في الحقيقة الشكوى لمعظم الجيران، لمعظم جيران الحتة، الأصوات المزعجة طول الليل من الساعة 7 بالليل أو المغرب لحد 6 الصبح، أصوات مزعجة وألفاظ لا يصح إنها تتقال نسمعها بودنا، واخد بال سيادتك؟ موسيقى صاخبة ما بننامش، يعني اللي وراه شغل الصبح. اعرف ناس هنا في بنوك ما بيقدروش يقوموا على ميعاد البنك لانهم ما بيناموش. انا شخصيا معظم الليالي في واحده جالها انهيار عصبي من كتر الاصوات ومن كتر الزعيق والصريخ والحاجات دي. الناس دول جايبين نضرجيه، بيجي لهم اشكال والوان من السيدات اللي يعني اللي هم مش كويسين، ومعاهم بلطجيه، ومعاهم رجاله فتوات بيسهروا طول الليل ما نعرفش بيعملوا ايه، معاهم خمره ومسكرات وكل حاجه. وبعدين بيخلصوا الصبح، واخد بالك، ويطلعوا مدارس اتوبيسات مدارس واطفال اطفال، كل ده ظهر معهم. وازاز الويسكي بتترمي في الشارع وبتتكسر في الشارع، خد بال سيادتك. واحنا غلوبنا نقول لهم اعملوا معروف، وده احنا عائلات، دي منطقه سكنيه ودي شقتين تحتينا مفتوحين على بعض، والجنينة مبني فيها جملون ومكيف ومتقفل يعني متقفل عشان الأصوات ما تطلعش. الأصوات بتطلع برضو، مفيش فايدة. طيب نشكر حضرتك. حضرتك بنته ولا المدام؟ المدام. طيب عايزين نعرف حضرتك بقى طبيعة المكان اللي ورا، يمكن دي الواجهة بتاعت المكان الدخول. كويس، هم جم وعملوا جملون ورا وعاملين له اسبستوس وعاملين له حاجات منع للصوت، بيتهيأ لهم انها منع للصوت. كل اصواتهم، انا في الشقه اللي فوقهم، كل اصواتهم اكنها معايا في الاوضه اللي بنام فيها. ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش اقول لك يعني عمري في حياتي لا سمعت الفاظ دي، وخناق وبالسنج، وكسروا المدام هنا عربية بيتخانقوا،
وبلطجيه هنا اطلع اقول لهم من فضلكم وطوا الصوت، يقول لي انت بتندهي عليا مليون مره، يعني حتى مش عايز يكلمني. صاحب الكافيتيريا نفسه قلت له يعني مش معقول الاصوات والقرف اللي احنا بنسمعه ده، يا ريتها اغاني كويسه. يقول لي يعني امال عايزه نغلينك ايه؟ شوف قله الادب يعني، سوري. كمان في بقى مخالفات في البنى. احنا مفروض ممر هنا منور اللي فيه الصرف الصحي والغاز الرئيسي ده، غطوا الانابيب الغاز خالص بالاسمنت، بقت تحت وما فيش اي حد يخش يصلح اي حاجه الا عن طريقهم. وبعدين الجنينه اللي هي منفس للعماره كلها اتصرح لهم، معرفش بقى مين اللي مصرح لهم، صاحب البيت، هم اي دونت نو يعني، عاملينها جمالون كبير متسقف. هو بقى قص بقى ايه اللي في الاستيج والفرق من امتى بيعملوا شفتين، من 8:30 ل 11:30، ودول الرجاله الكبيره شويه يعني قال المحترمين. بعد كده يبداوا تاني من 12:30، من 12:30 للساعه 6:30. قسما بالله العظيم انا بقالي سنتين ما دقت النوم، الثلاث ايام اللي قفلوا فيهم انا بنام وبقوم الساعه 8 فايقه بني ادمه. بقول لك يعني انا صعبان عليا، دي عماره محترمه كلها ناس محترمين وكبار جوزوا ولادهم وجوزوا يعني عايزين الراحه، نلاقي كده لا تخرج ما تلاقيش حته تيجي تركن. وهم بقى كلهم واقفين بين العربيات، كل واحد ماسك موبايل، اللي بيكلم واحده عشان تيجي، اللي بيقولوا لبعض واصوات، لا وغير بقى اما بيبقوا واقفين بيتخانقوا، هم بيتخانقوا في التليفون بطريقه. انا بقى قاعده اقول في خناقه في الشارع، اطلع الاقيهم هم واحد راكن على عربيه وعمال يقول اشكال والوان. الوضع بتاع دولت داخل في ثالث سنه. رحنا جميع الاماكن اللي تتخيلها، محافظه، حي، كل حاجه، محدش سال فينا. واللي يقول ان شاء الله مش عارفه انتخابات الرئيس البوليس مشغول، لا ده الانتخابات مجلس الشعب. والمكان بيستمر بالظبط بالظبط، واحنا مظالم يعني. فانا معلش طولت عليك، طولت عليك. شكرا شكرا جزيلا محمد سلامه وضيوفه. بشكر طبعا القاطنين، الحمد لله ان احنا قدرنا نوصل صوتهم للداخليه، وبشكر ايضا الداخليه جدا سياده اللواء ابو بكر وايضا الوزير على قيامهم بهذا الامر. معي على الهاتف سياده المستشار محمد سمير، متحدث باسم النيابه الاداريه. مساء الخير يا سياده المستشار. مساء الخير. اولا بشكر اهتمامك بهذا الموضوع، لان ده موضوع يعني يمسنا كلنا كاسر، ناس تبقى ساكن في عماره وتفاجئ انه اتفتح تحتيها نايت كلاب وحاجه تبقى مزعجه جدا، فانا عارفه ان انت كمان مهتم بيها من منطلق انساني اساسا. بالظبط زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي كده. وكمان خليني اقول ان الاماكن اللي من النوع ده بيبقى ليها اشتراطات خاصه عشان تمنح الترخيص اللازم بمزاوله النشاط ده. فاحنا دورنا يعني يمكن لما الواقعه اثيرت والضحايا اللي سقطوا والجريمه اللي احنا سمعنا عنها كلنا، احنا بنشوف التراخيص بتاعه المكان ده، هل تم منحها وفقا للقانون ولا لا؟ هل كان هناك يعني تنفيذ للاشتراطات الامنيه والاشتراطات الخاصه بمزاوله مثل هذا النوع من النشاط بشكل محدد ولا لا؟ وان شاء الله باذن الله طبعا ستعلن نتائج التحقيقات على الراي العام. هل هتضموا للتحيات بقى الاماكن الاخرى اللي هو 70 عبد المنعم رياض، 60 القدس الشريف؟ عندنا شكاوى من اماكن كثيره قوي يا سياده المستشار. بالفعل يا فندم، يمكن الاعداد مشكورا عند حضرتك كان تواصل معايا النهارده الصبح في المكتب، وتم التنسيق معاهم ان هيتم بس موافقتنا بالبيانات، ادونا بيانات كده اوليه لغايه بكره ما هيتم موافقتنا بباقي البيانات بالتفصيل، وهيتم التحقيق في كل يعني الواقعات دي، سواء كان العنوان اللي تم فيه الواقعه اللي احنا بنتكلم عنها او اي عنوان اخر يكشف التحقيقات عن وجود مثلا مخالفات في منح الترخيص ليه، او ان هو موجود بدون ترخيص اصلا، او ان الجهه الاداريه امتنعت بشكل او باخر عن تنفيذ القرارات الصادره. بالظبط، لان معظم احنا بنكتشف او السلطات بتكتشف انه معظم هذه الاماكن اماكن مخالفه في التراخيص، يعني هو واخد ترخيص بقى مطعم يقلبه مطعم لحد الفجر، مطعم سياحي معرفش عامل ازاي، واخد ترخيص فجاه يبقى مالها ليلي، يعني كل ده مخالفات في التراخيص.
بالظبط يا فندم، وهو جزء من اللي هيشمله التحقيق مدى التزام الجهه نفسها بالنشاط المصرح به، وهل كان هناك رقابه من الجهه الاداريه على الكلام ده ولا لا، للتاكد من ان النشاط اللي بيتم مزاولته هو اللي ممنوح من اجله الترخيص، ده فضلا طبعا عن التاكد من مدى سلامه منح الترخيص بالاساس. سياده المستشار، طيب احنا بنتكلم على انه كيف يمكن منح تراخيص ملاهي ليليه او حتى مطاعم، هم بيسموه مطعم سياحي يا فندم، في اماكن سكنية. المشكلة ان المطعم السياحي ده بيساء استغلال الاسم ده، وفجأة يبقى مش موسيقى هادية، لا فجأة بيبقى موسيقى صاخبة ورقص وحاجات كده يعني. بالظبط، وعشان كده بقول لحضرتك هو ده الفرق ما بين المطعم السياحي وما بين الملاهي الليلية، دي ليها اشتراطات ودي ليها اشتراطات، والملاهي الليلية تحديدا لا يجوز ان تكون موجودة داخل الكتل السكنية. يعني الكلام ده عشان الضوضاء اللي بيبقى فيها زي ما حضرتك قلتي، او بعض الاشتراطات الخاصه، فهيبقى موجود في مكان معين بحيث ان هو ما ياذيش حد، لان احنا بنتكلم ان اذا كان من حق حد ان يطلع ترخيص فمش من حقه ان يتعدى على حريات الاخرين اللي موجودين في نفس المكان. انا بالحقيقه بشكرك شكرا جزيلا على هذا التعاون سياده المستشار محمد سمير متحدث باسم النيابه الاداريه، والحقيقه النيابه الاداريه ايضا تعاونت معانا لما كلمناها بخصوص هذا الامر. ايضا معي سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامة والإعلام، والحقيقة بشكرك جدا يا سيادة اللواء على سرعة الاستجابة، سواء بالنسبة لسبعين عبد المنعم رياض، وأعتقد كمان بالنسبة لستين القدس الشريف اللي كنا بلغنا عليه امبارح. لا يا فندم العفو، ده يعني ده واجب الأجهزة الأمنية إن هي يعني تتصدى لأي مخالفات أو أي إزعاج للمواطنين وتتخذ حياله الاجراءات القانونيه، الناس ادت واجبها يا فندم. اشكرك، يعني احنا دلوقتي شفنا فعلا بالصوت والصوره انه 70 ابن رياض تم قطع المرافق وبالفعل مغلق، ماذا عن 60 القدس الشريف اللي كنا اتكلمنا عليه امبارح؟ تم برضك اتخاذ الاجراءات حياله واغلاقه، واللي انا برضك عايز اقول عليه ان من خلال التواصل مع السيد مدير الاداره العامه لشرطه السياحه والاثار قال ان صدرت توجيهات من السيد الوزير بالقيام بحملات مستمره على هذه المحلات. كثير من المحلات حرروا ليها محاضر بمخالفات وارسلوها الى وزاره السياحه لاصدار القرارات، سواء كانت بتوقيع جزاءات او بالاغلاق، وفي انتظار هذه القرارات لتنفيذها ان شاء الله. يعني لسه لم ينفذ القرار باغلاق 60 القدس الشريف؟ لا، 60 القدس الشريف تم اغلاقه. طب انا معايا على الهاتف هبه من احدى الساكنات هناك اللي كانت اتكلمت امبارح. هبه مساء الخير، هل بالفعل انت ساكنه هناك؟ مساء النور يا استاذه لميس. هل بالفعل تم اغلاق الملهى اللي كنا بنتكلم عليه؟ لا للاسف، الملهى لسه موجود والعاملين داخلين طالعين فيه والناس داخله طالعه فيه حتى وقتنا هذا، وانا بكلم حضرتك من قدام المكان. سياده اللواء الواضح أيوة. المكان شغال يا فندم. طيب انا هراجع تاني وارد على حضرتك فيه. حاضر حاضر، اشكرك يا فندم ونشكر اهتمام حضرتك. طيب في كمان عندنا شكاوى اخرى يا فندم، 181 شارع السودان في المهندسين، مطعم الفراعنه، وكمان شكوى ملهى زهرة الخليج 99 شارع السودان تقاطع جامعة الدول العربية، برضو دي ملاهي ليلية. 169؟ لا 181 شارع السودان في المهندسين. 181 شارع السودان، ايوه ده مطعم الفراعنة، وفي ايضا 99 شارع السودان تقاطع جامعة الدول العربية ملهى زهرة الخليج. دول برضو من الناس اتصلوا بينا ان هو دي حالات ازعاج رهيبة. طيب حاضر. طيب بشكرك يا سياده اللواء، ويعني انا يعني سعيده بتعاونكم، ارجو ان احنا بس نكمل في الموضوع ده لان فعلا الناس مش قادره تعيش، يعني ده شيء صعب جدا اللي بيحصل ده. كمان انت عارف طبعا الاخلاقيات والولاد اللي بينزلوا يروحوا المدرسه الصبح، يعني ايه المشهد اللي احنا بنوريه لهم. شكرا سياده اللواء. انا معايا السيد محافظ الجيزه الدكتور خالد العدلي. مساء الخير يا سياده المحافظ. اهلا بيك. احنا حضرتك بالنسبه لامبارح تم فعلا الاغلاق، وبالنسبه ل 60 شارع هو اكشلي 59 مش 60، وتم الاغلاق، ولكن هو فتح وفض الشمع النهارده، وحاليا احنا يعني واحنا بنتكلم حاليا انا معايا تليفونات، هم حاليا بيعملوا تفتيش ثاني عليه، لا وفض الشمع النهارده بيتعمل له محضر ثاني وبيتقفل مره ثانيه. يعني هو قفلت حضرتك امبارح وهو فض الشمع النهارده؟ الساعه 12:30 بالليل تم غلقه وتم تشميعه، هو فض الشمع وفتحه النهارده، واحنا عملنا كبس عليه يعني حاليا هم موجودين. طب ما فيش ده اللي يفض شمع يا فندم، ده مش يخش سجن برضو ولا ايه؟
وهو بقى ده اللي حضرتك بتحول على نيابه على طول يا فندم. ده الاجراء اللي بالظبط كده. فهو ده الاجراء اللي بيتاخد. واحنا يعني طب ما تقطعوا المرافق يا فندم، ما هو زي ما قطعنا المرافق. ده اللي يا فندم بيحصل بالظبط. طيب انا عايزك، عندي كمان شكوى عن استيريو بيروت 6، وما قلتهاش لسياده اللواء، لكن 76 شارع النيل. كم يا فندم تاني؟ 76 شارع النيل استيريو بيروت. 76 شارع النيل استيريو بيروت ده جراج وجراج وتحول لكباريه. ماشي يا فندم. ده برضو السكان بعتن لنا، والسكان خايفين يتكلموا لانه البلطجيه بيهددوهم ان هم يخطفوا عيالهم. لا بس يا فندم انا كنت سامع كان في حد بيتكلم بالنسبه انه عمل بلاغ. انا لو حد عمل بلاغ سواء في المحافظه او في الحي يقول لنا عمل بلاغ عند مين قبل كده يا فندم. واذا كان ان انا كنت سامع حد من احد المواطنين بيقول او طب يا فندم من غير بلاغ انتوا مش بتفتشوا على الاماكن دي؟ يا فندم التفتيش مش من عندنا، ولكن احنا الا التصريح طالع من عندنا احنا. طيب انما انا بقول لو طيب. لو حصل ان في حد عمل بلاغ وما فيش اكشن اتاخد من خلال الحي او من خلال المحافظه يرجع لاتصال مكتبي مباشره وبس يبلغنا اسم اللي تم معاه هذا الموضوع. طب ارجو ان تبقى معي سياده المحافظ، انا معايا تاني سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم. اتفضل يا سياده اللواء. هو اتفضل. يعني انا رجعت لمديريه امن الجيزه وكانوا اكدوا لي ان هو المحل اللي هو 60 59 بالظبط 59 شارع 59 تم اغلاقه تمام. ويعني يبدو ان صاحب المحل صد الشمع، وهذا الموضوع تكرر ايضا في المحل اللي هو 70 شارع عبد المنعم الرياض. هي غرامه صد الشمع ايه؟ بيقولوا لي 25 جنيه. هي غرامة مالية بسيطة 50 يعني 50 يا كتير برضه يا سيادة المحافظ 50 جنيه. ما احنا لازم ده يتغير يا فندم. طب يا فندم ده ما يخشش السجن، يعني اللي فض شمع يا سيادة اللواء أبو بكر ما يخشش السجن ده ولا إيه؟ المفروض يتم تجديد بقى العقوبات تجاه هذه المخالفات وإعادة النظر في العقوبات الموقعة على مثل هذه الوقائع. يعني 50 جنيه ده ولا حاجة بالنسبة له. طب هنعمل ايه في القصة دي اذا كان الناس عادي تتشمع وتفض الشمع؟ الحل ايه يا سيادة اللواء؟ يعني الحل تشريع يا فندم. لا لا قبل التشريع. التشريع لا قبل يعني ماشي التشريع ده في الامد الطويل. هو الحل النهاردة الحل يعني السيد المحافظ في المحل اللي هو يقطع المرافق بالظبط كده، ويعني ده الحل اللي هو الفعال في الفترة الحالية. سيادة المحافظ هتقطع المرافق يا فندم؟ طبعا يا فندم. وبعدين هي النقطه المهمه هنا بقى، ودي النقطه فندم. احنا دلوقتي الاجراء اللي بنعمله بنقطع المرافق، واحنا واخدين قرار اولا هو طبعا اللي بيحصل انه بيرجع بعد كده هو بيوصل من ورا العداد. فبالتالي دي تعتبر سرقه تيار، وطبقا للقانون هذه جنحه، وبالتالي هو الاصول ان هو يعني مش يحصل بقى تصالح معاه ويدفع مبلغ زي السجن، يعني ده سجن. وبالتالي هو ده اللي احنا مطلوب، احنا بنطلب ان ده يتم تنفيذه. وفي قرارات ازاله يعني يا سياده المحافظ نفذوا قرارات الازاله يعني؟ لا الازاله يا فندم، لا الازاله يا فندم لمخالفات البناء، يعني في حضرتك مخالفات البناء رياض. ماشي. احنا اظن ان احنا يجب ان نكون بصدد مراجعه كل التراخيص مع شرطه السياحه، كل تراخيص الملاهي الليليه دي اللي في المناطق السكنيه، علشان نرحم الناس كلها بقى، ما نستناش بلاغ يا سياده المحافظ او يا سياده اللواء. احنا عايزين نراجع كل الحاجات دي. شرطة السياحة تقدم لكم لستة بكل المواضيع دي ونبتدي نراجعها، اظن ده يكون افضل. يعني فعلا شرطة السياحة بتقوم بحملات مستمرة خلال هذه الفترة للتفتيش على هذه المحلات يا استاذ لمين. يعني انا اتمنى بس يعملوا دور اكبر شويه يا فندم، لانه الحقيقه انه لو كانت بتقوم بحملات فالدنيا لسه برضو يعني شايف المخالفات كثيره، ولكن هم جهودهم هتتضاعف لمواجهه هذه المخالفات. انا بشكرك سياده اللواء ابو بكر عبد الكريم، بشكرك سياده المحافظ دكتور خالد العدلي. احنا هنفضل ورا هذه القضيه. اذا 60 القدس الشريف هنقطع المرافق، مش احنا المحافظه يعني، وهنفضل ورا هذه القضيه. وانا قلت لكم كمان استيريو بيروت 76 شارع النيل، هنفضل ورا القضيه دي عشان نقدر نوصل صوتنا للمسؤولين ونريح الناس. قبل بقى ما نخرج فاصل ونتكلم على المرأة، الحقيقة
يمكن أجمل غنوة عن المرأة سمعتها السنة دي في 2015 وإحنا بنختار الأحلى، هي أغنية أنغام أكتب لك تعهد. والحقيقة إن مفيش ست في مصر ما حبتش الغنوة دي، وأنغام أدتها أداء مبهر في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية اللي أنا ما قدرتش أحضر هذا الحفل الحقيقة، كان عندي شغل، لكن أنا شفت التسجيل وشفت قد إيه أنغام كانت مبهرة في هذا الأداء. هي مبهرة دائما الحقيقة، وهي فنانة تصدقها وتقدر إن أنت تحس قد إيه هي مصدقة كل كلمة بتقولها وبتؤديها. أنغام في هذه الغنوة أعتقد أغنية إنها تفوقت على نفسها، إن لم تكن هذه من أحلى أغاني 2015 فربما تكون الأحلى لأنغام. بهاء الدين محمد، خليني أسمع بقى ماذا تقول أنغام عن هذه الأغنية. أنغام مساء الخير. أنغام، طيب هي معانا جماعة التليفون؟ طيب خلونا نسمع الأغنية أكتب لك تعهد، وبعدين نسمع أنغام ماذا تقول عن أكتب لك تعهد. اشتري عمري اللي باقي قول بكام، مش عايز اعيش معاك عشان لو عشت كله جراح حرام. ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي قول بكام، مش عايز
رهيبة رهيبة. يعني أنغام تفوقت على نفسها في هذه الغنوة. أغنية يعني أولا في أول ربع ساعة 2 مليون مشاهد على اليوتيوب أول ما نزلت المقطع ده من الحفلة. بهاء الدين محمد كاتب كلام عظيم. هي أنغام حد تاني. يعني أنا بحبها دايما الحقيقة، كل أغنياتها من أول ما ابتدت عظيمة، لكن هنا أنا شفت أنغام المرأة الثائرة الناضجة اللي بتعبر عن مشاعر نساء في كل مكان. الحقيقة أنه الأغنية دي إن لم تكن من أحلى ما قدم في 2015 فأنا I would vote أن دي أحلى غنوة في 2015. أنغام مساء الخير. مساء الخير يا لميس. يعني حقيقي أنا بشكرك وبحييكي قد إيه أنت معبرة بمشاعر فياضة في الغنوة دي. الغنوة دي مش مجرد أغنية، دي statement زي ما بنقول يعني. بشكرك يا لميس جدا. أنا شاكرة ليكي وشاكرة لربنا سبحانه وتعالى على النجاح الكبير ده الحمد لله. وبشكر طبعا المبدع الكبير بهاء الدين محمد الشاعر المصري الرائع اللي طبعا هو صاحب الفضل في النجاح ده ما فيش شك، لان فكره الكلام هي يعني هي اساس النجاح طبعا. والملحن طبعا ايهاب عبد الواحد الملحن الواعد اللي انا بشوفه ان شاء الله هيكون من اهم الملحنين في الوطن العربي. وانتي على المسرح وبتغني، انتي حسيتي طبعا انه الناس قطعتك مرتين بالتسقيف، بالذات في لما قلتي انا نفسي اعيش، انا عايزه اعيش. هنا كان في تسقيف رهيب من الجمهور، احساسك كان ايه؟ احساسي بكل صدق يا لميس وربنا يعني شاهد على احساسي ده، ان انا حسيت انه العدد اللي قاعد في مسرح الاوبرا اكبر بكتير من العدد الموجود حقيقي. يعني كم التسقيف والنفس والتقريبا الاه اللي طلعت منهم كانت مرعبه الحقيقه. انا حسيت ان قلبي هيقف من رفرفه يعني. والحقيقه تملكت نفسي بصعوبه عشان اكمل، لانه انا شفت دموعك تقريبا موجوده، يعني كنت شفت عينيكي. يعني دي من المرات الحقيقه النادره انه الجمهور يبقى على الموجه قوي كده معاكي، يعني معاكي كانه متشعبط في احساسك، يعني بكل كلمه وكل حرف وكل احساس. كانت لحظه حلوه، والحقيقه ان هم ما قطعونيش، الحقيقه ان هم سقفوا في المكان المناسب. صح، سقفوا في المكان الصح بالظبط فعلا. وده دليل على ان احنا جمهورنا ده جمهور مش سهل، وجمهور واعي جدا وحساس جدا 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 الحقيقه. دي كانت اول مره تغنيها على المسرح يا نغام؟ كانت اول مره على المسرح. وكنتي قلقانه وانت يعني لان الالبوم كله حلو بس دي لها تقيلة، يعني مش سهلة، جريئة وتقيلة. كان ابتدى يوصلني فيدباك يعني رائع عنها من الألبوم وبقية الأغاني، لأن أنا في الحفلة دي غنيت 6 أغاني جديدة من الألبوم، فده كان يعني مجازفة. بس في ناس اعتبرتها مجازفة واحنا بنعمل صوبات يعني، بس أنا كان الفيدباك حلو الحقيقة جدا من الناس، وكان على أكتب لك تعهد طبعا بالتحديد، يعني كان في فيدباك عظيم. ف الحقيقه ان هم ابتدوا يسقفوا تقريبا من يعني حسوا ان عرفوا الاغنيه من الانترو، يعني من اول حرفين الاوركسترا صحيح لعبهم ابتدوا يحسوا، فابتدوا يعرفوا الاغنيه، وكانوا بيعرفوا الاغاني كلها الحقيقه من اول حرفين. فده كان شعور يعني بالنسبه لي قد ما انا سعيده بنجاحي قد ما انا سعيده بالناس الحقيقه. طبعا انك تحسي ان الجمهور ابتدى يسمع تاني يا انغام، وابتدى يعني انه البضاعه الرديئه اللي كانت موجوده بقالها فتره لما تيجي حاجه كويسه بتطردها. ما هو ده اللي احنا عايزينه يحصل دايما، انه الفن الراقي المحترم اللي بيحترم الناس هو اللي يتفيد ان شاء الله ويسود الفتره الجايه أنغام. على كل المستويات. بتبعتي الغنوة دي لحد ولا بتعبري عن كل نساء الأرض؟
لا انا اتمنى ان انا اكون فعلا عبرت عن كل نساء الارض، او يعني خلينا نقول كل امراه عربيه، يعني خلينا اكون ايوه وحيدة. كل امراه مظلومه مقهوره. كل بالظبط، كل امراه يعني عايزه فعلا تعيش بكرامتها وتاخد حقها في الحياه، حقها اللي تستحقه فعلا. يعني اتمنى ان فعلا نكون يعني عبرنا عنها او صرخنا بدلها يعني. صح. انا بحييكي، بشكرك على الالبوم، بعتذر ان انا ما قدرتش اجي يوم اللونش بتاعك، بعتذر جدا لانه انت عارفه على الهوا كنت بتنقلي طبعا حدث مهم جدا برضو، مهرجان السينما. صح. يعني او افتتاح مهرجان السينما ده حدث احنا كلنا مهتمين بيه، فبعتذر جدا ان انا ما قدرتش اجي فعلا. لا بالعكس بالعكس. وبشكرك على يعني كل الالبوم الحقيقه، وعلى مشوار طويل يا انغام جميل يعني. وعلى كل، وانا بحب وحدانية جدا على فكرة، انا بحب كل الاغاني، بس في اغاني كده بالنسبة لي مختلفة. بشكرك جدا، واعتقد انه اكتب لك تعهد ربما تكون الاحلى 2015. بشكرك الفنانة الجميلة انغام. اشتري عمري اللي باقي يقول بكام، مش عايزة اعيش معاك عشان لو عشت كله جراح حرام. ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي يقول بكام، مش عايزة We'll be right back.